وافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسة اليوم على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024، كما وافق مجلس النواب على مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي. جلسة جديدة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، واصل خلالها المجلس مناقشة عدد من الملفات المدرجة على جدول أعماله. في مستهل الجلسة أحال رئيس مجلس النواب 3 قرارات جمهورية بشأن الموافقة على اتفاقيات دولية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها. كما شهدت الجلسة الموافقة نهائيا على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024 ومشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023-2024. وتمت أيضا الموافقة على مشاريع القوانين والجداول والملاحق والتأشيرات العامة الملحقة به بشكل نهائي. دولة بتتحمل أعباء كتيرة، شايفين في الموازنة نسبة الدعم بتزيد، نسبة الحماية الاجتماعية بتزيد، يعني المواطن النهاردة الدولة بتحاول تحميه في ظل التضخم الرهيب الموجود في العالم، كل دي أعباء بتتحملها الدولة المصرية. احنا في مصر يا سيادة الرئيس مرينا بظروف كتيرة جدا، وفعلا على الحكومة فعلا يعني عليها عاتق وعليها مجهود كبير، واحنا كنواب بنطالب الحكومة بمجهود كتير من أجل إرضاء المواطن. وفي نفس الوقت يا فندم احنا كلنا ملتفين خلف القيادة السياسية وخلف سيادة الرئيس علشان يعني نثبت للعالم كله ونثبت للشعب المصري ان احنا قادرين على التحدي. وهكذا يواصل مجلس النواب مهامه واداء دوره الرقابي والنيابي لصالح الدولة والمجتمع.